بس ده حالة محمد حلمي شفناها مع بعض. ايه رأي حضرتك في الجواب ده؟ كتير عن الحالات ديت. ايه رأي حضرتك الجواب ده؟ قول لي رأيك فيه. جواب ايه؟ اللي هو جواب التعيين. ابو 2 جنيه ده. سنة من سنة 95. من سنة 95 22 سنة. عشان انت تابع جمعية اهلية. احنا كنا بنتكلم عن جمعية زراعية. لو هنتكلم عن الجواب دي جمعية زراعية. بعد اذن حضرتك. الجمعية الزراعية اشراف وزارة الزراعة. اشراف وزارة الزراعة. وتتبع وزارة الزراعة اشراف إدارية وماليا خاصة. الجمعية الزراعية جمعية الزراعية دي انشأت وانشأ زعيم الراحل جمال عبد الناصر. شوف ادي المؤهلات توفيق بعد انت بتتكلم واحد فاهم بقى. ماشي جمعية اهلية منتخبة ماشي حضرتك بقى خلينا نتكلم. هتقولي جمعية زراعية. ايوه. هكلمك ايه دور الجمعية الزراعية. اتفضل. ولكن انا مش مقرر ان انت تاخد هذا المرتب. أيوة. لا الجمعية الزراعية بتدي اقل حاجة 300 جنيه وبتوصل ل 600 جنيه. وانا عندي حالات بعد اذنك بس ما انا عندي مين بقى؟ عندي حالات يا باشا للاعضاء المنتخبه يا باشا. لا يا فندم للعمال للاعضاء المنتخبه يا فندم لا يحاسب المواطن او الموظف عن شيء ارتكبته في الجمعيه الزراعيه او الجواب اللي معاك ده الجهاز الاداري. الجواب اللي ده مش جمعيه زراعيه مش جهاز اداري. الجواب اللي جاي ده معاك يا سيدي الفاضل. يا سيدي الفاضل الجمعيات الزراعيه يا مجدي بيه هي جمعيات اهليه مستقله ل حلقه الوصل بين وزاره الزراعه والمزارع منتخبة من المزارعين بيبقى عضو مجلس عضو الجمعية الزراعية عضو مجلس إدارة عضو الجمعية الزراعية أي. بيبقى منتخب منين؟ من الأهالي نفسها من الأهالي من الفلاحين من الفلاح أيوة. اللي هو منتمي لهذه الجمعية أيوة طبعا بيجي وبعدين بيجي هرم أيوة. الجمعيات الزراعية بتيجي تنتخب الجمعية العامة مش كده؟ أيوة. الجمعية العامة بتبقى على مستوى المحافظة أيوة. بينتخب الجمعية الأم على مستوى الجمهورية هي عشان مرتبطة بالزراعة أيوة. فهي إشراف إداري ومالي إشراف إداري ومالي لوزارة الزراعة إنما أنت مش متعين في وزارة الزراعة بتقبض من الجمعية نفسها من الجمعية طب طيب لا ما بقبضش من الجمعية دكتور ممدوح هو بعد تثبيت الناس دي يبقى أنا بقبض من وزارة الزراعة هيقبضوا هم اللي معاك بيقولوا الكلام ده هينطبق عليهم الحد الأدنى للأجور؟ أه طبعا لانه القانون واضح انه يثبت في ادنى درجات الكادر المجموعه التخصصيه اللي هو فيه المجموعه الوظيفيه سواء كذا او كذا وبالتالي القانون 81 بيراعي الحد الادنى والحد الاقصى وفي مواد بهذا المعنى وبالتالي هو بيدخل في لو هو المجموعه التخصصيه في اول درجه اللي هي ثالثه جيم وبالتالي الاجر الوظيفي زائد الاجر المكمل هيخضع للحد الادنى. لا يا دكتور نعم. وعامل الجمعيه الزراعيه، الجمعيه الزراعيه ما بتعينش موظف. كله بيتعامل عماله، عماله خطره، عماله تقاول، أيوة. كلها عماله. طب انا عندي واحد فاهم. ايوه بتكلم بتعين كلها عماله، لو معاك بكالوريوس بتعين عماله. الجواب اللي معاه حضرتك بقول الكلام ده عماله خطره ما قريتش جواب. طيب كلها انا عندي بس على صفحتنا على الفيسبوك صفحه البرنامج وصفحتي رسائل كثيرة جدا. محمد عبد الناصر بيقول أنا زوجتي تعمل بعقد مؤقت منذ 10 سنوات برودة أطفال الشهيد الجمل 2 المرتب 105 جنيه. برودة أطفال؟ تبع وزارة التربية والتعليم؟ في الشهر بمحافظة الغربية وأنا معاق ومعي شهادة 5 مسجلة في القوى العاملة ولم يتم التعيين منذ 5 سنوات وزوجتي تصف وأنا أذهب عند بعض أفعل بعض ماشي. طيب برضو محمد نجم بخصوص التعاقد انا زوجتي خريجة ليسانس بتقدير جيد جدا ثم تربوي جيد جدا ثم دبلومة خاصة جيد جدا ثم تمهيدي ماجستير ثم حاليا شغالة في رسالة الدكتوراه في الرسالة وحاصلة على شهادة طيفل من جامعة القاهرة مرتبها ده كده بس الناس تنسى ثاني واحد يسمع مرتب على العالم ده كله مرتبها 55 جنيه متعاقده في التربيه والتعليم بقى لها 7 سنوات لا 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 اديني الكشف هات يا سياده النائب ما هي دي برضه وزاره التربيه والتعليم 57 جنيه هو ليه ده مش صح دي مكافئات ده كشف مرتب لا مكتوب مرتبات مكافئة. كشف توزيع مرتب مكافاه هم بياخدوا برضه مكافاه شامله هم على بند المكافاه لان المعاقد 57 جنيه اهو ومراته واخده ماجستيرات وحاجات والكلام ده بقى لها 7 سنين ولم يتم التثبيت حتى الان. صحيح. وانا جبت لكم حاله السيده اللي مش شرقيه قلت لكم 52 جنيه انا بتحدى وزاره التربيه والتعليم تطلع تقول غلط. مجلس الوزراء يطلع يقول لي غلط. انا موافق يجيب ورقه ضد دي اهو على هوا اهو
الكاميرا لو سمحت قربها اهو. ده كشف مرتبات المؤقتين في مديرية التربية والتعليم، إدارة شؤون العاملين، المهيات، مدرسة حوض الندى الابتدائية في محافظة الشرقية. الشرقية اهي اهي الرقم اهو اهو 70 جنيه 35 قرش المرتب، 70 جنيه 35 قرش، 70 جنيه 35 قرش، 70 جنيه 35 قرش، 64 35، 64 35، 64 35، 64 35. الأخير ده مظلوم، 57 35. طيب أنا بقول لوزارة التربية والتعليم أهو، الحكومة المصرية كلها، هاتولي الناس دول كشف مختلف للمرتبات، وإحنا نقول إنهم كذابين. هم ادونا دي ورقة رسمية مختومة، معقول مش معقولة مزورة. أنا بقول للدولة المصرية كلها دي مرتبات المؤقتين، والسيدة اللي بعتت لنا وقالت ومش قادرة محرجة عشان هي أرملة بتربي ثلاث أبناء، اسمها إيه راحت خدتها مني؟ لا خدتها غربية عندكم أهي أهي أهي. قول يا سيادة النائب، نائب الشعب، البيانات عندك. فاطمة شكري هاشم، أمينة معمل العلوم، مدرسة شلشلمون الجديدة. من يلقمح شرقية، 23/10 بتاخد 52 جنيه. 23/10 سنة كام؟ 2011. بتاخد كام؟ 52 جنيه. طب تطلع بقى ده في اليوم، والله العامل لو في اليوم ما يكفيش يوميته 100 150 جنيه.